دي الصور اللي هنشتغل عليها يا شباب في درس النهاردة إن شاء الله. طيب أول حاجة هعملها هروح أفتح مقاس، بس المرة دي هنشتغل المقاس يكون عرض شوية. خلينا مثلا نشتغل 2000 × 1600، ريزوليوشن مثلا 200. تمام، أول صورة هاخدها معايا هي صورة الأرضية بالشكل ده. هنزل بها لتحت كده وهجيب الأستيكة بتاعتي، هحاول أمسح السما بس من غير ما أدخل الاجزاء اللي تحت بالشكل ده. هتلاقوا ان في شمس كده على اليمين، هحاول اخفيها شويه، ممكن نكبرها شويه بالشكل ده. تمام، هنرجع للصور سريعا. هروح واخد شكل الجزمه اللي هي دي، وهتاكد اول حاجه ان انا عامل كونفرت. تمام، وهكبر بالشكل ده. تمام، بعد كده هاخد شكل السماء هحطها بالشكل ده. طبعا في بحر موجود هنشيله، بس مش دلوقتي، خلينا بس ايه نرتب الصور بتاعتنا. طيب خلينا الاول هدي نفس الارضية تبقى واخدة نفس التون بتاعت السماء شوية يعني. فهعمل ايه؟ هجيب البرايتنس وهدوس كنترول الت جي من الكيبورد عشان ادخل البرايتنس كونتراست اللي انا هعمله في اللاير بتاعت الارضية فقط. وهبدأ اقلل البرايتنس بالشكل ده وازود الكونتراست شوية، وخليني كمان اروح للكالر بالانس وبرده كنترول الت جي عشان ابدا اديله نفس اللون شويه يعني. هي هتظبط بس مش دلوقتي يعني. خلينا اروح للشادوز مثلا اهو. طيب خلينا اقول تمام، نرجع للصور. هناخد الصوره دي، ركزوا معايا في الخطوه دي. اهم حاجه في الموضوع او في الصوره دي ان انا هصغر اهو. خليني اعكس الصورة الاول. تمام، وهبدأ اظبط الشبابيك اللي على الشمال دي شوية على قد ما اقدر. طيب خليني اغطس بيها شوية كده. تمام، وركز معايا في الخطوة اللي بعد كده. اللي هعمله ان انا هعكس الصورة يعني، او هاخد منها كوبي. هدوس الت كده من الكيبورد وهشد كده بالماوس عادي اهو. تمام، هاخد كوبي، انا كده اخدت كوبي اهو. تمام، انا مش عايز اخلي اللي على الشمال يكون نفس اللي على اليمين يعني، مش عايز يبان ان انا ايه واخد كوبي، فاهمني؟ فطبعا الجزء اللي هنا اللي على الشمال ده خليني ارسم لكم برضو عشان اوضح لكم اكتر يعني. الجزء ده هو نفس الجزء ده، فانا مش عايز كده. انا عايز اخلي اللي يبص على الصورة ما يفهمش او ما يعرفش ان الصورة دي متاخدة كوبي بس. طيب هحاول اقرب الجزء ده عشان اخفي المبنى اللي هو ده، ومن هنا في الجزء ده هحاول اقرب ده عشان اخفي المبنى فين اللي هو اللي على اليمين شوية ده. وممكن امسك الاتنين كده واكبر شوية بالشكل ده. تمام، وهمسك الاستيكة همسح الزيادات من هنا اهو. فانا كده اصبحت ايه مش ظاهر ان او مش مبين ان الصورة متاخدة كوبي بيست، فاهمني؟ هحاول اطوله بس عشان هو باين ان هو اتكنز قوي اهو يا شباب. طيب الخطوة اللي بعد كده، انتوا شايفين طبعا البيت هنا من على اليمين تحس ان هو مقطوع، احنا عشان لو كبرنا هنضطر نكبر الصورة كلها ودي حاجة مش كويسة. فانا هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هاخد الجزء ده كده كوبي اهو، وهروح هناك كده على الجنب التاني هعكس الصورة، هطلع اللير لفوق وهبدأ اظبط يعني كنترول، وهبدأ اظبط ايه الشكل يعني على قد ما هقدر يعني، فاهمين؟ اهو ابين بس المثلث اللي هو فوق ده، وممكن بالاستيكه بالراحه كده ابدا امسح ايه الانوار والحاجات دي على اساس ان انا ايه ابين بس المثلث مش اكتر ولا اقل. تمام، خلينا نقول ان كده تمام عشان وقت الفيديو. طيب زي الفل. كل اللي هعمله بعد كده يعني انا ممكن امرج، اعمل ميرج لكل الكلام ده كنترول ايه اهو، وبعد كده هعمل سيلكت على السماء بتاعت الصورة نفسها بالشكل ده اهو. ولو في حاجات دخلت
جوه البيت، هبدأ أطلعها أهو بالشكل ده. طيب يعني في حاجات صغيرة غالبا مش هتعرف تعملها، فاحنا كده كده مش هنمسح السما، احنا كل اللي هنعمله هندوس كليك يمين وهنختار لير فيقات على اساس ان هو يخلي لنا الكلام ده في لير لوحده، وهبدأ انزله تحت البيت كده. تمام، على اساس ان انا لو جبت الاستيكة بتاعتي وابتديت امسح كده بالراحة، تمام، يبدأ ايه ما يكلش في الحاجات اللي انا معرفتش اجيبها بالكويك سيليكشن. يعني في خط هنا صغير باين اهو، اعتقد انهم شبابين عندكم، بس خلينا نمسحه. وبالاستيكة يعني هحاول ايه امسح السماء اهو بالراحة خالص. وبعد كده ممكن ندي لها نفس الزرقان بتاعت السماء اهو، هجيب البرايت البرايت الكالر بالانس انا اسف، وكنترول الت جي عشان ادخلها جوه اللير بتاعت السماء اللي هي دي، وهبدأ احاول ان انا ادي لها نفس اللون بتاعت ايه اهو بتاعت السماء بالشكل ده. طبعا الموضوع سهل وبسيط والله، كل اللي محتاجينه يعني شوية تركيز مش اكتر. نيجي بقى للتظبيط بتاعت الارضية مع الشكل اللي احنا حاطينه ورا. فانا ممكن اقف عند اللير بتاعت الارضية بالشكل ده، وهجيب الاستيكة وركز معايا، انا هحاول امسح الحاجات البسيطة قوي اللي قدام البيوت على اساس ان الدنيا ايه اكن النجيلة الموجودة دي داخلة في قلب البيت او خبطة في قلب البيت، فاهمني؟ يعني في الهادئ يعني، ما مش كل لما التلج يظهر حاول ترجع وما تخليش التلج الموجود ده يبقى ظاهر. كده كده احنا هنخفيه بالاضاءات والشغل ده يعني. طبعا الجزء ده محتاج يرجع لورا شوية كده، تمام اهو. حاول تبقى ايه يعني على قد ما تقدر انك تبقى في الهادي، خليك في الهادي. كده كده لما هنغمق ونشتغل على الاضاءة والكلام ده في حاجات كتيرة جدا انت بينالك دلوقتي ان هي ايه ديفوهات ومشاكل وبتاع هتبدأ تختفي، او هقول لك هنعالج الكلام ده كله ازاي. تمام، طبعا الواحد لما بيشتغل على الديزاين كده في البدايات تحس ان هو مش هيطلع حاجة عدلة، بس والله لو كملت وركزت في الخطوات هتطلع بافضل نتيجه انت عايزها يعني. طيب ركز معايا كده، احنا خلصنا مسحه اهو، وفي حتت بيضه ظاهره لسه في 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 في, في الاحرف او اللطرف بتاعه البيت. فانا هاجي عند اللاير بتاعه البيوت وهعمل نيو لاير وكنترول الت جي، وهجيب البرش وهاخد من نفس الدرجه بتاعه الارضيه من الاخر كده، وهبدا ايه شايفين يعني برضو في الهادي. حاول تقلل الفلو كمان لو انت شايف الموضوع ممكن يسخف كده وما يبقاش حلو اهو. يعني كل حاجة يا جماعة بتتظبط والله. بعد كده زي ما انا هعمل برايتنس وهدوس كنترول الت جي، ده كله احنا شغالين على شكل البيوت اللي ورا، وهبدأ اليلها كده بالشكل ده وهعلي الكونتراست سيكا. تمام، طيب انا هاجي عند الصورة بتاعت السماء هحاول اطلعها لفوق عشان ابين القمر ده الموجود ده. خلينا احاول اكبر كمان الشكل ده شويه زي الفل يا شباب. طيب هنيجي بقى لصوره الجزمه بتاعتنا. في طبعا حاجات بيضه في الاخر يمكن انا مقصتهاش بنتول، فانا هحاول اقصها سريعا كده اهو اهو اهو. الأحرف البيضة بالشكل ده هحذف، هعمل بس راسترايز وديليت كده خلاص. طيب طريقة عمل الشادو بشكل احترافي أو بشكل كويس يا جماعة، وركزوا معايا بالله عليكم في الجزئية دي. أنا هقف تحت اللير بتاعت الجزمة وهعمل نيو لير، وهجيب البرش هتبقى مدورة معايا بالشكل ده. شايفين الشكل ده؟ حاول تضمه شوية كده عشان يبقى معاك الدايرة بتاعت البرش بالشكل ده. ومن هنا هقلل الفلو خالص يعني على قد ما اقدر، وهبدا بصوا يعني اشد يعني اشد كده من الشمال لليمين، مش وما افضلش مثبت صباعي، لا انا هحاول اهو اشد كده واشيل صباعي بسرعه على اساس ان هو ايه يبان ان انت اكنك ماسك فرشه في ايديك، فاهمين انتوا الشغل ده اهو. انا كده قللت الفلو كمان لحد 4 اهو، هبدا اوزع الشادو
بتاعي بالشكل ده. مش هنعمل زي ايه، زي ما بنعمل كده اللي هو ايه نيو لير وحط نقطه وشدها وخلاص خلص الموضوع. لا، الشادو لازم يبان ان هو متوزع كده بالشكل ده عشان يديك شكل احترافي اكتر يعني، فاهمني؟ بس حاول برضو ما تسودش الدنيا قوي يعني، انت لو حسيت انه تقل حاول تقلل الاوبيسيتي. تمام. طيب ركز معايا، انت كده خلصت الشادو اللي تحت. حلو حلو. هتيجي عند عند اللير بتاعت الجزمه نفسها وتعمل نيو لير وكنترول الت جي. طب ليه؟ عشان انا محتاج زي ما اعطيت شادو تحت الجزمة ادي شادو كمان في اخر الجزمة من تحت خالص بالشكل ده، على اساس ان يبان ان الجزمة مدموجة في قلب الشادو. شايفين؟ طبعا هي حاجات صغيرة بس والله بتفرق جدا وبتدي نتيجة هايلة في الاخر. طبعا ايه، انا بنجز كده مع ان انا لما كنت شغال الديزاين ده لوحدي يعني كنت اعطيه وقته، بس عشان وقت الفيديو هيطلع بنفس النتيجة باذن الله اهو. تمام. ممكن اكبر السايز شويه وابدا ادي حاجات خفيفه كده تكون طالعه لفوق شويه يعني، حاجات بسيطه اهو. فاصبحت النتيجه، شايفين؟ شايفين يعني الحمد لله النتيجه طالعه كويسه. طيب الخطوه اللي فيما بعد، هحاول امسك الجزمه دي بالشادو بتاعها وامسكهم في بعض كده واحاول ايه اوسطنها يعني زي الفل. طيب خليني اطلع لفوق خالص وهاجي عند الكالر لوك اب وهنجيب مثلا النايت، هنحاول ايه نليل الدنيا شويه والاوبسيتي طبعا نقلل، وممكن نجيب السوفت لايت ونحاول نقلل الاوبسيتي كمان على قد ما نقدر بالشكل ده. طيب خلينا نزوم كده. يلا حبيبي زوم يا بابا اهو. طيب هنيجي للخطوه اللي بعد كده. لو انت حاسس ان البيوت مبكسله شويه حاول تيجي هنا عند الشاربين وتشوف مثلا الشاربين اهو يعني المر بدأت تظبط سيكا، حاول يعني هتظبط هتظبط ما تقلقش. المهم هنيجي الخطوة اللي بعد كده بتاعت اللايتات الشبابيك مثلا. انا عامل لايت في الحاجات دي بالراحة كده. طيب خلينا اقف عند الباك جراوند تحت خالص وهجيب البين تول وهرسم اللايت بالشكل ده اهو، وهاخد كوبي كده من الباك جراوند وهطلع فوق خالص. تمام. هاجي هنا كده وهعمل بلور حاجة يعني خفيفة. تمام. وممكن اجيب يعني هدوس هنا وبعد كده هعمل ماسك وهشد من هنا لحد هنا مثلا واشوف اهو اللايت كده بدأ يظبط معايا. هبدأ اخليه يبقى طويل، هيقول لي لا. هبدأ مثلا بلور اطول فيه مثلا مش كتير يعني، خلينا نقول اوكي. تمام. وهعمل نيو لير وهمرجهم مع بعض عشان اقدر اغير اللون واتحكم براحتي في اللير. طيب خليني مثلا هدي اللون ده يكون واخد نفس الدرجه دي بس هعليها شويه مثلا الدرجه دي. ركزوا معايا في الخطوه اللي جايه، انا عايز اعمل لون كمان من هنا جوه الاضاءه، فانا لو جبت البرش وعملت كده مش هيعمل اي حاجه، فانا هعمل نيو لير وهمرج الاثنين الاول عشان يقدر يدخل اي حاجه انا عايز اعملها، وهعمل نيو لير تمام وكنترول الت جي عشان اقدر اللي انا هعمله ده يبقى جوه فين، جوه اللاير دي. ركزوا معايا انا هعمل ايه اهو، وهبدا يبقى ابيض من الشي يعني انا هعمل فلوسيكا اهو يبقى ابيض من جوه ونازل بالعسلي. شايفين اهو؟ تمام. بعد كده ممكن امرج الاثنين ونحاول نشوف شكل يكون كويس. احنا ممكن نختار ده ونقول اوكي على كده، وممكن ناخد منها كوبي. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ وهقلل الاوبستي شويه وهدوس كنترول تي وبعد كده كنترول وابدا اشد كده اهو، عشان شايفين الخط اللي بيطلع لفوق ده يكون ظاهر معايا بالشكل ده، يبان بس ان اللايت يعني اكنها واقعيه على قد ما تقدر، على قد ما اقدر. وهبدا ايه امسك الاثنين وقلت كده واسحب عشان اعمل كوبي، احاول بس اقلله شويه. تمام. وممكن برضو فوق قلت وهشد وابدا اركبه في ايه يعني، انا مش عايز اكرره كتير عشان ما يبقاش شكله مش لذيذ يعني. تمام. وممكن بعد كده امرج كل الكلام ده وارجع اديله
نفس الاختيار اللي احنا اخترناه على اساس ان احنا نمسك الاستيكه بتاعتنا بعد كده ونبدا نحذف في الحتت الزايده اللي فوق دي اهو، وهنا كمان وهنا كمان، فيبان معاك يعني بالشكل ده الى حد ما كويس، يعني الى حد ما كويس كده كده لسه هنظبطه. طيب انا ممكن اقف هنا كده بالظبط اللي هو فين، يعني احنا هنا اللاير بتاعت الارضيه هسيب الحاجات اللي انا عاملها فيه وهعمل نيو لاير فوق خالص، وهجيب البرش نفس الدائره اللي احنا كنا عاملينها بس المره دي هخليها تبقى هنا شويه يعني طالعه لفوق شويه بالشكل ده تمام. وخلينا اختار مثلا نفس اللي احنا اخترناه للشبابيك اللايت، وهختار نفس الدرجه العسلي، وهقلل الفلو وابدا ادي يعني شايفين انا عايز اعمل ايه، خليني بس اعدلها شويه عشان هي كده معوجه، ثواني لسه في واحده هنا اهي اهو، احاول اقلل كمان الفلو على قد ما اقدر اتنين كويس، وابدا ادي كليكات كده يعني اهو كليكات كده لسعات عشان تبين يعني اكنها ايه اكنها اللايت خابط في الارض بالشكل ده، لازم يبقى متوزع يعني ما تحاولش تتقل ايدك في مكان وتسيب مكان تاني اهو اهو تمام. وممكن كمان يعني ندي كده في الحتة دي على اساس ان الدنيا تبان انها متظبطة اهو تمام. ممكن نيجي كده عند اول اختيار شايفين الباور اللي تحت ده، هدوس Alt وهسحب كده بالكليك، شايفين بيعمل ايه، بيدمج اللايت جوه النجيلة يعني اهو اهو، وهحاول Ctrl U واصفرها شوية بالشكل ده، هتيجي تبص كده هتلاقي طبعا الفرق واضح، ممكن اعمل منه كوبي واقلل اوبست شوية، فطبعا النتيجة هتبقى هايلة يعني مش وحشة خالص، حاجة بسيطة يا جماعة بس والله هرجع اقول لكم بتفرق. طيب خلينا نخش في اللي بعد كده، نيجي للجزمة او الشوز عشان الجماعة اللي بتزعل من اسم الجزمة، انا راجل فلاح يا جماعة والله. طيب خليني هعمل برايتنس كونتراست وهقلل البرايتنس بالشكل ده، وركز معايا ركز معايا انا كده ضلمتها اهو زيها زي الاجزاء اللي على اليمين شويه، وهقرب انا لسه في البرايتنس، هدوس كليك على المربع الابيض تمام، وهجيب الاستيكه وهقلل الفلو وابدا امسح البرايتنس اللي انا عملته من على الجزء الشمال فقط، عشان كده كده احنا عندنا، تخليني ارسم لكم الكلام اللي انا عايز اقصده او اللي انا قصده عشان برضو الناس تبقى فاهمه، انا هجيب اهو خليني ارسم، بصوا يا جماعه انا هنا المفروض ان السماء اللي انا حاططها دي فيها ايه، فيها قمر هنا او مون لايت تمام، القمر ده المفروض ان هو بيعمل انعكاس اضاءه في اي حاجه بقى جايه، يعني انا المفروض ان الجنب ده كله ما فيهوش اي اضاءات، فانا هغمق الجزء ده كله تمام، وهحاول اخلي ان الانعكاس بتاعه القمر دي تكون خابطه في كل ايه، في كل الحاجات اللي انت شايفها بقى، يعني مثلا البيوت لسه هنشتغل عليها، الجزمه زي ما قلنا، ممكن كمان الارضيه تمام، في الاجزاء في العناصر اللي على الشمال، اللي على اليمين ده هنحاول نغمق ونفتح اللي على الشمال، فده القصد يعني ده المقصود. فنرجع سريعا كده للبرايتنس اللي احنا شغالين عليه وندوس كليك على المربع الابيض، وهبدا امسح زي ما قلنا اهو اهو، يعني ما احاول ما اجيش في اليمين لا، انا خليني في الشمال زي ما انا فقط لا غير اهو تمام تمام. طيب ركز معايا، في هنا شباك وفي الباب، انا هحاول امسح اللي في الشباك ده كله على اساس ان انا كده كده هيبقى في لايت هنا تمام، وبرده في الباب هيبقى في لايت، فانا هحاول امسح البرايتنس اللي انا عامله من الاتنين دول بس مش هعمل حاجة تانية تمام تمام. طيب هعمل نيو لير، هي هتخش تلقائي جوه الجزمة، وهجيب البرش، وكل لما هعمل حاجة هروح لنفس الاختيار ده يا جماعة
تمام، وهقلل فلو وهبدأ ادي. لا لا يعني انا هحاول اتاكد ان البرش الخفيفه مش مش اللي ظهرت دي، اخلي فلو 6 مثلا وابدا ادي لايت هنا كده في الجزء ده اهو. كده انا بحاول ايه ادي في اللطرف من بره. تمام، ركزوا بقى في الخطوه اللي جايه. انا هعمل نيو لير، هتخش جوه تلقائي وهأكبر السايز شوية وهروح مقلل الفلو مثلا 1 عادي، وهبدأ أزود. أنا كنت بحاول أخلينا أكون بره على قد ما أقدر، فاهمين؟ هحاول أدخل جوه بقى شوية. طب أنا ليه بعمل كده؟ على أساس إن هي تبان تقيلة قوي من بره وداخلة على خفيف، تمام؟ يعني أكنها اللايت قوية جدا من بره ونازلة بقى على خفيف يعني. تمام تمام طيب خليني امسك الاثنين دول اطلعهم فوق عشان اخرجهم بالشكل ده واروح ممرجهم مع بعض وارجع لنفس اختياري زي ما انا وكنترول الت جي. يبقى انا كده عملت لهم مرج هما الاثنين، على اساس ان انا لما اجي كده الاول اختيار وابدا ادوس الت زي ما قلنا عشان يدمج لي اللايت اهو بصوا جوه الجزمه، يبقى بالشكل مش ما يبقاش كده زي ما احنا بدانا. لا بس ركزوا يا جماعه، وانت بتدوس الت حاول تدوس كليك شمال الاول، كليك واحدة على ده عشان يقسم لك الاتنين دول بالشكل ده وتسحب اللي على اليمين فقط اهو. الحتة دي مهمة جدا على فكرة. وكنترول يو وهبدأ اديلها نفس اللون اللي جاي منين، اللي جاي منين حد يرد؟ اللي جاي من السماء. بس بما ان اللون مش هيبقى ظابط قوي فانا ايه اقول لكم هنعمل ايه. يعني بصوا اهو، يعني هنظبطه هنظبطه اهو، هو هيبقى واخد اللون اللي هو ايه الفيروزي شويه، فاحنا هنخلي بقى لون السماء هي اللي تبقى ايه الفيروزي، ما تبقاش هي اللي زرقاء قوي كده. تمام، وممكن نيو لير كمان وكنترول الت جي، وهجيب البرش الابيض واحاول بقى ركزوا معايا، خلي مثلا الفلو 5، احاول ابدا ابيض خفيف كده ايه على اساس ان ده انعكاس القمر اكتر. يعني انا عارف ان في تفاصيل كتيره، وعارف ان في حاجات ممكن اي حد مبتدئ يتوه فيها، بس والله والله انت لما تفهم الحاجات دي وتشتغل بيها مع نفسك هتلاقي الموضوع ممتع. انت هتلاقي نفسك بتحاول تزود ليرات وتهتم بالتفاصيل وبتاع، فاهمني؟ فمعلش يعني هتظبط ان شاء الله هتظبط اهو. شايفين يعني هي حاجة صغيرة بس والله بتفرق، بتفرق جدا كمان. طيب خلينا اقول اوكي، هنيجي بقى للجزء بتاع الشبابيك ده. شايفين اللايت اللي هي دي، انا كل اللي محتاجه منها الشكل اللي هو الطاير الصغير ده، هصغرها كده واختار السكرين واحاول اقرب كده. طيب لو دوسنا كنترول ال وحاولنا مثلا، شايفين انا خدت اللي على الشمال خالص دي جبتها يمين، راح شايل المربع الموجود ده خالص. وهحاول احذف الجزء ده، انا مش محتاج غير الشوية الطايرين ده، قال يعني ايه بقى قال يعني الشباك ضارب فمبين الحاجات اللي طايرة، يعني ده القصد منها. هحاول اكبرها بس شوية اهو وامسح ايه الزيادة اللي على اليمين، وكمان ممكن نقلل الاوبستي. تمام، ممكن كمان نعمل لها بلور حاجة بسيطة قوي بالشكل ده، ونحاول كوبي ونكرر كوبي ونكرر ونكرر. يعني حاول تدي بالله عليك انت وقت للتفاصيل دي، بس انا ايه يعني عشان احاول انجز عشان وقت الفيديو. طيب انا هاخد كوبي من نفس اللايت دي اهو، واخدها معايا في الشباك ده اهو كده كنترول تي وبعد كده كنترول وبحاول اشد اهو. ولو ما ظبطتش عادي ممكن نحذفها ونعملها من جديد مش فارقه يعني، بس انا عشان وقت الفيديو والله. واحاول ايه الحتت اللي بدأت تبقى ظاهره شويه نحاول نشيلها، وممكن الورب كده احاول اوزع ده يعني الى حد ما ظبطت. هعمل منها كوبي
وهبدأ أحذف من فوق وأخلي بس اللي نازل ده يكون هو اللي نازل لوحده. تمام يا سيدي. هبدأ أعمل نيو لير نفس اللي احنا عملناه، التلسعة والكليكات اللي احنا عملناها اهو اهو، اللون العسلي، وهبدأ أدي كليكات هنا كده على اساس ان اللايت تبقى كأنها خبطة يعني، بس انا حاسس ان احنا افورنا مفيش مشكلة يعني عادي، وكمان فلو عالية. فاحنا ايه هنعمل ايه، كنترول يو، هحاول اخليها تكون واخدة اللون الاصفر شوية، وبالاستيكة يا باشا اللي افور منك حاول تلمه. بس اهو الموضوع سهل وبسيط والله. انا عملت كوبي منها تاني وهحاول امسح وهمرج الاتنين وارجع اديلهم نفس اللي احنا بنختاره ونفس الموضوع اهو عشان يدمج لي ده جوه النجيلة اللي انا عاملها. تمام يا سيدي زي الفل. طيب هنيجي بقى عند الشغل اللي هنعمله في السماء. خليني اول حاجة كنترول يو على طول وحاول ادي لها نفس اللون اللي احنا عملناه على الجزمة اللي هو اللون الفيروزي شوية اللي هو ده، وكمان السنة اللي احنا او اللير اللي احنا عملناها بتاعت البيوت في الاول خالص هنحاول نديلها نفس اللون اهو كده يعني كده زي الفل. ركز معايا بقى في توزيع الاضاءة او توزيع اللايت اللي جاي من السماء على البيوت. انا هروح لللير بتاعت البيوت اهو وهعمل نيو لير وكنترول ايه خلاص معمول اصلا يعني. كل ما يجيب لك السهم ده يبقى كده دخلت تلقائيا، وهجيب البرش وهاخد من نفس الدرجة بتاعت السماء اللي هي دي، وهختار نفس الاختيار بتاع كل مرة، وهخلي الفلو مثلا يكون واحد او اتنين بالكتير قوي يعني. وهبدأ يا باشا امشي كليكات على البيوت يعني اهو، بس البيوت ركز معايا المفروض ان البرايتنس مأثر عليها شوية، فانا هطلع اللهم صل على سيدنا محمد اللي يرفق خالص بالشكل ده عشان ايه ما يسود ليش ده انا بعمله. وهبدأ اهو طبعا هي بتزرق، انا حاسس ان هي بتزرق، فهي لو مزرقة معاك كنترول يو على طول وهنحاول ايه نظبطها في الاخر. طب خليني اقول لك على حاجة، نشيل اللير دي خالص وهنعمل لير جديدة كنترول الت جي، بس المرة دي مش هنختار الاختيار ده، احنا هنخلينا زي ما احنا عادي يعني، هاخد من نفس الدرجة بتاعت السماء. تمام اهو اهو هبدأ كده كليكات فوق بس يعني على البيوت من فوق بس على اساس ان هي ايه تبقى واخدة نفس اللون شوية يعني بتاعت السماء بالشكل ده. تمام وبعد كده ممكن احنا بقى نشوف ايه اللي ممكن يظبط معاها غير اللي احنا اخترناه. شوف مثلا السكرين او الكالر دودج يعني، حاول تشوف انت هتعمل ايه يعني، دي كويسة ودي كويسة دي كويسة ودي كويسة. خلينا ايه خلينا في الغامقة، شايفين يعني حاجة تمام كده بس زيادات هنا. طيب هنحاول نزوم في طبعا حاجات مقطعة كده، هنحاول ايه نعالجها على قد ما نقدر. فانا ممكن اجي من هنا كده اقص كل الكلام ده بالشكل ده، وبعد كده برضو هنقص الجزء ده بالشكل ده. تمام هطلع لللير اللي احنا كنا لسه واقفين عليه وهعمل نيو لير تاني وكنترول تجي تاني هتعبكم انا والله انا عارف، وهحاول اصغر السايز على قد ما اقدر المرة دي وهاخد من نفس الدرجة. وركز معايا انا هعمل ايه، انا هحاول ادي لايت في اول البيوت من يعني في اول الخشب بتاع البيت من هنا كده، والمرة دي هتكون لايت قوية شوية بالشكل ده. هحاول ازوم بقى كده شوية. تمام طبعا لو في حاجة دخلت زيادة كده ممكن نبقى احنا ايه نعالجها بالاستيكة، كده هنعالج بالاستيكة
اهو على اساس ان القمر يبان ان هو خابط بقى قوي، وركز معايا في التوزيع اللي بيحصل ده عشان مهم جدا اهو. تمام، هنا ممكن ندي بس ايه حاجات خفيفة على اساس ان هو بعيد، يعني ان هو بعيد عن الحاجات دي فمش خابط قوي، فاهمني؟ فركز معايا بالله عليك في الحاجات دي، يعني هنا هتبقى ايه، لا كل ما تحس ان هي كترت معاك حاول ترجع وتقلل على اساس ان القمر بعيد عن هنا خالص، يعني هو قوي هنا مفيش مشكلة، وقوي كمان من على الشمال بس بلاش ادي في اليمين، يعني خليني في الشمال بس. تمام، طيب خليني اشوف ايه اللي ممكن يظبط. دي كويسه، وهنعمل نفس الدمج اللي بنعمله اهو، بس شوف بقى انت لما بتدوس كليك في الاول ايه اللي بيحصل، لما بتيجي تشد كده بيبوظ مش بيصلح او مش بيظبط، فانا بدوس الت وادوس كليك كده عشان يقسمه نصين وابدا اسحب اهو، شايفين؟ واحاول اخفف الاوبست شويه. طيب هعمل نيو لير تانيه، كنترول الت جي تاني، وسامحوني والله انا اسف اهو، وهعلي السايز وهقلل الفلو على اساس ان انا اقوي اللايت المره دي، بس تكون داخله لجوه زي ما قلنا، يكون قوي من بره وضعيف ونزل على ضعيف، هو كده كمان زياده. احنا هنقلل هنخف اللي على فكره الاوبست بعد ما اخلص اهو، احاول يكون داخل لجوه بالشكل ده اهو، وهنا هبدأ اقلل الاوبسيتي ده عشان ما يبقاش قوي بالشكل ده اهو. هنا اللي هيزيد حاول تجيبه استيكة على طول، يعني حاول تظبطه بس. فطيب خليني اوريكو النتيجة بس، والله يعني شايفين اهو النتيجة بعدين اهو، طبعا فرقت وشكلها ممتاز والله يعني تحفة. طيب يا سيدي، الخطوة اللي بعد كده هو ان انا هحاول اقوي شوية القمر، يعني هقف عند السكاي عند السماء السكاي، وهعمل نيو لير كنترول الت جي، وهجيب البرش هختار نفس لون القمر، واحاول اصغر السايز على قد القمر بالظبط، وهدوس كليكين كده اقويه بس، وبعد كده اكبر السايز ادوس كمان كام كليك كده عشان يبقى اقوى، ونيو لير تانية خالص وكنترول الت جي تاني، وهجيب البرش اللي احنا جبناها وهخلي الفلو مثلا واحد اتنين اي يعني حاجة ماشي، يعني لو اتنين يبقى زي الفل، وهحاول ايه شايفين يعني انا هسحب كده وشمال ويمين، يعني على اساس ان اللايت تبقى كأنها ايه متوزعة كمان في السماء، يعني هنبص كده ممكن نكبرها شوية بالشكل ده اهو. لما نيجي بقى نشوف كده طبعا ايه فرقت كتير وعطت شكل كويس. طيب اللي بعد كده انا اسف، اللي بعد كده احنا ممكن نطلع فوق خالص ونجيب مثلا color balance بقى على كله، ونحاول ندي كده ايه نبين العسل شوية اهو، ونغمق الليلة دي كلها شوية. تمام، ونروح بقى يا سيدي للصور اللي احنا يعني ما خدناش منها حاجة لحد دلوقتي. هناخد الشكل بتاع الدخانة دي، اعمل سكرين على طول طلعها فوق لحد ما اخليها تبقى على المدخنة بتاعت الجزمة دي. تمام، والسجارة بالاستيك على طول هحاول ايه هحاول امسحها بالشكل ده، واول السكاي كده هحاول احذفه عشان ما يبقاش حاد قوي بالشكل ده. تمام. طيب اللي بعد كده الصوره بتاعت البتاعه دي العمود ده هحاول اصغره واركنه هنا كده، يعني هو ملوش لازمه قوي بس ايه تحس ان الواحد بيبقى عايز يحط اي عناصر يعني. فهعمل نيو لير وكنترول الت جي، وهبدا اجيب الاسود برش طبعا فلو قليل، هبدا اسود كده من على اليمين. تمام، ومن على الشمال كمان هنسود بس هنقلب الفلو بالشكل ده،
ممكن تحت هعمل نيو لير، وبالبرش هحاول اوزع له الشادو بتاعه. بس يعني والله برضو انا لحد دلوقتي شايف ان هو ملوش لازمه. يعني انت ممكن ما تضيفوش براحتك، هحاول بس اخلي النسبه بتاعته تكون يعني شكلها واقعي، اصغره بس كده على ان هو بعيد فيبان ان هو صغير، ما يبانش ان هو كبير. تمام. طيب هنيجي بقى للجزء بتاع الشجره اهو، ده انا هنزله تحت خالص لحد ما انزله عند اللير بتاعت الجزم، هحاول اظبطه كده. وبعد كده هعمله البرايتنس برضو وهقلله بالشكل ده. معلش يا جماعة انا اسف جدا والله، انا بصور وانا تعبان اصلا فسامحوني. هجيب الاستيكة، هقف على المربع الابيض وهحذف البرايتنس اللي انا عملته من على الشمال زي ما قلنا اهو. تمام. وركزوا معايا، المفروض ان الجزمة هنا فوق الشجرة، فانا هعمل نيو لير للشجرة. تمام. وهجيب الفرشة البراش. تمام. وهبدأ ادي شادو بسيط هنا كده في الجزء اللي تحت بس يعني. تمام. واللي فوق اسيبه منور زي ما هو بالشكل ده، وممكن كمان اغمق في اللي على اليمين على اساس ان اللي على الشمال تبقى منورة اكتر بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. وهبدأ انزل تحت اللير بتاعت الشجرة خالص، هعمل نيو لير وهوزع الشادو زي ما عملنا في الـ في الـ في الـ في الجزمة. تمام. لو اسودت منك كده حاول تقلل الاوبستي وبالاستيكة تمسح الزيادات، وهقرب هعمل نيو لير في الشجرة. ركز معايا عشان اغمق الجزء ده شوية. تمام كده. يبقى انا ارجع للصور هشوف ايه اللي لسه ما خدناهوش. الاستاذ انا طبعا كنت قصه شايفين عشان ايه وقت الفيديو يعني. هتاكد ان انا عامل كونفرت وهصغر وهشده معايا، بس ده بقى هيكون فوق خالص يعني هنا كده مثلا اهو. المفروض ان هو يبقى ايه، يبقى يعني مش خلينا نقول ان هنا كويس، بس انا حاسس برضو ان هو محتاج لسه يظهر على اساس ان هو ابعد من الشباك يعني انت فاهم، فهو يكون صغير يعني هو بعيد عن الباب ده فهو يكون اصغر يعني. لو اكبر كده يبقى الموضوع مش لذيذ. تمام. ونفس اللي بنعمله كل مرة، البرايتنس وكنترول الت جي وهقلل الاضاءة. تمام. وبعد كده الاستيكة هكليك على المربع وهبدأ ايه امسح من على اليمين. ممكن كنترول جي عشان ادي كوبي من نفس البرايتنس وكنترول الت جي، بس المرة دي هقلل شوية اهو. وبعد كده هنزل تحت خالص نيو لير، هجيب البرش عشان اوزع له الشادو بتاعه بالشكل ده. ممكن نخلي الفلو يكون اخف اهو. تمام يا شباب. وهقف على اللير بتاعته، هعمل نيو لير وبعد كده هسود له كوتش بتاعه. على فكرة هي الخطوة واحدة، كل اللي احنا بنعمله هي خطوة واحدة لكل الشغل اللي انت شايفه ده. وبعد كده هطلع فوق خالص هشتغل بقى على الالوان. هجيب الكالر لوك اب وهنبدأ ندور كده في الحاجات دي، وهنزل يعني انا شايف ان دي ممكن تبقى كويسة اللي هي الكريسب دي. هبدأ اقلل الاوبستي بتاعتها. كل اللي هتعمله ان انت اللي هتضيفه اقلل الاوبستي لحد ما تظبط معاك فاهمني. الهارد لايت كويسة اهو. تمام. وهبدأ ارجع تاني للكالر بالانس
تبدأ تشوف اهو، وهنيجي عند الشادو نظبط فيها شوية. دي بقى على حسب عينيك انت، يعني انت عايز بقى التون بتاعت الديزاين تبقى واخده الاصفر شويه، العسل شويه، الازرق شويه، الاخضر شويه، يعني بقى بترجع لك فاهمني. انا حاسس بس ان الكالر دي تقيله شويه، فانا هحاول اخففها كده. تمام، وهنقف فوق خالص ونجيب السيلكتيف كالر، نشوف الرصاصي هيعمل معانا ايه. زي ما قلت لكم يعني مش حاجات ثابته. الابيض القمر، بص كده على القمر. تمام، اصفر اهو. طيب نشوف الصور كده، احنا لسه ما خدناش ايه، هنلاقي ان احنا لسه عندنا التلج وعندنا السموك. طيب نرجع كده، يعني انا حاسس ان الدنيا غامقه شويه في الجزء بتاع البيوت ده، فانا ممكن اجي عند البرايتنس اللي هي دي، وهقف على كليك كده على المربع، وهبدا بالاستيكه اشيل شويه على قد ما اقدر الاسود من فوق على قد ما اقدر بالشكل ده. تمام، طيب خليني اعمل نيو لير، واحاول اخد من نفس التون بتاعت السكاي برضو على قد ما اقدر، واحاول ادي كليك في الحتت دي كده. يعني خلينا ادي التون ده في كل البيوت، وبعد كده احاول اشوف ايه اللي ممكن يظبط معايا. يعني هي دي كويسة، بس احنا ممكن نقلل الاوبسيتي شويه، وبالاستيكه هبدا احذف من تحت شويه بالشكل ده. طيب هاجي عند الجزء بتاع الجزمه، هحاول اعمل نيو لاير هنا كده كنترول الت جي، وهاخد نفس الدرجه العسلي اللي هي مثلا دي، وهختار مثلا ده، وهدي كليكات هنا كده على اساس ان انا ايه اخلي الحته دي تبقى عسل. وكمان التوزيعات ممكن اوزع العسل ده في الجزء ده كله، ما عندناش مشكله اهو، على اساس ان اللايت اللي نازله دي تبقى ضربه في كل الجزء ده. بس هي جت في الجزمه من تحت، فانا ايه مش عايز تبقى في الجزمه من تحت بالشكل، عشان الشادو بس يبان ان هو مظبوط. طيب انا حاسس ان الجزء ده برضو مش مظبوط قوي، يعني حاجات اللي طايره محتاجه تكون افضل من كده، فاحنا هنشيلهم كلهم. طيب تمام، وناخدها من الاول تاني اهو، اتاكد بس ان انا عامل كونفرت اوكي، وهعمل سكرين اهو. تمام، وبعد كده كنترول ال، وهشد الجزء ده زي ما قلنا، وبالاستيكة هحاول احذف الزيادة اهو. يعني كده منورة اكتر اهو. لما نرجع من بعيد هتلاقي ان الموضوع ظبط، كونفرت عشان لما اتحرك بيها ما تبكسلش مني اهو، وكبر يعني ما بينش الموضوع قوي. كمان هنا، كمان هنا. تمام، ممكن كمان ناخدها في الشباك ده اهو. تمام، زي الفل جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنشوف الصور اللي معانا، هناخد مثلا التلج، بس اتاكد ان انا واقف فوق خالص اهو، وهعمل سكرين برضو
طبعا يبقى الثلج في كل حته. لا انا مش عايزه في كل حته، انا هجيب الاستيكه بتاعتي اكبر السايز، هعدل الفلو شويه وهبدا احذف في الاواخر، يعني عايز بس الثلج يكون جاي من فوق بس فقط لا غير. طبعا في الارضيه في حاجات انا شفتها غريبه هنا كده شويه، خلينا نحاول نعالجها يعني على قد ما نقدر. اهو هجيب الاستيكه كده، وفي خط اسود هنا انا مش عارف ده مصدره ايه او مشفتوش ازاي، تمام. وكمان في حاجات هنا طالعه مش عارف برضو كان مصدرها ايه بصراحه. وانا وقفت التسجيل خدت ريست بس ورجعت، لان انا والله فعلا يعني انا اسف، انا عارف ان يعني ملكوش ذنب في ان انا اقعد اقول لكم انا تعبان يعني، بس معلش. طيب خلينا هنعمل ايه الخطوه الجايه، هفتح الستايل ده على الالستريتور، تمام. ولو رحت هنا عند ويندوز كده او ويندو وجبنا الجرافيك ستايل، لو هي مختفيه عندك هتظهرها بالشكل ده، وهتدوس كليك على الستايل، وبعد كده هتدوس على الزائد اللي انت شايفها دي، وبعد كده هنكتب الجمله بتاعتنا اللي هي نعم هذا بيتي. طبعا لو احنا كلنا يعني جوجل ترجمة ده صديق الكل، ده ما بيزعلش حد يعني. خلينا نشوف فونت يكون لذيذ. طبعا خليني مثلا اختار الفونت ده، تمام، وهبدأ اقسم الكلمة على 3 مرات بالشكل ده، بعد كده همرجهم واخلي لونهم يكون اسود، وهاخد الكلمة معايا على الإلستريتور بالشكل ده، تمام. خليني أدوس إكس باند وأشيل الأبيض، وبعد كده كليك على الكلمة وأشيل منها الأسود خالص وهديلها الستايل. ممكن نكبر بس شوية على أساس إن الستريت دي ميبانش إن هو تخين أوي، وأشد الكلمة تاني على الفوتوشوب. طبعا موضوع الستايل ده وتطبيقه على اي كلمة انت عايز، انا كنت عامله درس هتلاقيه برضو على اليوتيوب، تمام. مثلا بالشكل ده. خلينا انزل بقى لحد اللاير بتاعت الجزمة وهاجي تحتها، يعني الجزمة اهي اجي تحتها هنا كده مثلا في اي مكان اهو. خلينا ناخد السموك كده سكرين وهقلل كده صغره كوبي واشده الناحية التانية وامرج وارجع الديسكرين، والحتة الحاف اللي تحت دي نحاول نحذفها بالراحة. فتبقى معايا بالشكل ده، هحاول بس اشيل الكلام ده من على الشجرة شوية، تمام تمام طيب عند اخر خطوة انا هقف عند اول لير من فوق واخر لير من تحت، وهقف على السهم ده والت وسهم فوق عشان يعمل لي كوبي من كل الليرات، وكنترول ايه عشان اعمل ميرج، تمام. وبعد كده هروح للكاميرا رول عشان بس ما تخسرش حاجة من الليارات اللي انت هتبقى شغال عليه، وابدأ اظبط بقى الالوان الموضوع على حسب عينيك.
زي ما قلنا كتير قبل كده، يعني الموضوع ملوش علاقة بقى ايه بأرقام ثابتة، دي براحتك. ممكن انت تبقى حابب التون بتاعت الديزاين تكون واخدة الأزرق أكتر، اهو حاول ما تبقاش اوفر في الالوان، يعني حاول تبقى ايه في الهادي برضه، فاهمني؟ طيب خلينا نقول اوكي ونشوف كده مع بعض. طبعا النتيجة واضحة، بس أظن الديزاين كان سهل، أظن الشرح أنا كان عارف إن هو كان فيه شوية كلاكيع كده، بس إن شاء الله إن شاء الله يا رب يعني تحاولوا تفهموها، لأن الموضوع مهم جدا والتفاصيل الصغيرة بتفرق كتير. أتمنى يكون الشرح عجبكم، استنوا رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.